نرحبكم مشاهدينا من جديد. زي ما قلنا لكم في أول الحلقة، مهرجان كان السينمائي بنسخته 74 انطلق هذا الأسبوع، ويمكن كمان أعطانا جرعة من الأمل إنه الحياة والحفلات من جد بدأوا يرجعوا. واللافت هذه السنة هي مشاركة MBC أكاديمي من خلال الجناح السعودي في المهرجان. ومعانا الآن عبر سكايب جنى يماني، هي الرئيس التنفيذي لأكاديمية مواهب MBC اللي حتنقل لنا صورة من هناك. يسعد صباحك جنى. اهلا، صباح الخير سهى، وصباح الخير لجميع المشاهدين والمشاهدات. جنى الحمد لله على سلامتك، عرفنا انه كان في تاخير في رحلتك من السعوديه، لكن الحمد لله انت معنا الان مباشره من الجناح السعودي في مهرجان كان. يعني اطلعينا على كيف الاجواء عندك. صحيح، تونا واصلين من امس ومتحمسين لوجودنا هنا. الاجواء فيها حماس كبير، مجموعه كبيره من الوفد السعودي وصل، وقاعد يصير اجتماعات مختلفه، كل واحد جاي باهداف، وكل احد طبعا عنده خطه مستقبليه قاعد يحاول انه يشتغل عليها بوجودنا في كان. وبعدين اعطيكم نبذه على موقعنا. لازم في المهرجان، الموقع متميز جدا. هتورينا الموقع ولا بس هتطلعينا بس؟ خليني أوريكم. إحنا طبعاً موقع الجناح السعودي موقع استراتيجي، لأننا أمام سوق الأفلام. سوق الأفلام هو المكان اللي تكون فيه كل الشركات المختلفة في مجال صناعة الأفلام، فنقدر نشوف هنا، هذا هو قدامنا. فاللي حابب يكون في المهرجان ويطلع بمخرجات ممتازة يروح لهذا سوق الأفلام، وهو أحد أهدافنا في هذه الرحلة. طب هذا أحد الأهداف، نبغاك تطلعينا على أبرز أهداف وجودكم في مهرجان كان. ممتاز. إحنا عندنا 3 أهداف بشكل متكامل في مواهب وأكاديمية MBC. الهدف الأساسي هو أنه نكون شراكات في سوق الأفلام. في شركات إنتاجية كثيرة تجي، فنبغى ندور على فرص أن ندخل المواهب والمتدربين في هذه المشاريع اللي هم ما قاعدين يشتغلوا عليها. في أيضا المؤسسات التعليمية المختلفة في مجال الأفلام، برضو عندهم بوث كثيرة داخل سوق الأفلام، فهذه كانت برضو جزء من الأهداف. عندنا اجتماعات كثيرة مع هذه المؤسسات التعليمية، وأيضا وكالات المواهب. إحنا نمثل كثير من المواهب اللي وقعنا معاهم، ومهم جدا أننا نكون علاقات ما بين وكالات المواهب والكاستنج ايجنسيز عشان ندور للمواهب أفضل الفرص داخل المملكة طبعا، وخصوصا وجودنا في كان ندور فرص خارج المملكة. أكيد. طيب جانا، طبعا وجود MBC أكاديمي في المهرجان هو شيء مرة مهم وفخر لنا كسعوديين من مجموعة MBC. قد إيش راح يفتح فرص للطلاب السعوديين في مجال الأفلام وصناعة السينما، وإيش هي الفرص المتاحة هذه السنة برأيك؟ الفرص كثيرة، والشباب المتحمس برضو مجموعة كبيرة قاعدين نشوفها. إحنا من خلال برامجنا قاعدين نفتح دائما الفرص التدريبية والتدريبية، سواء كانت على أرض الواقع في مشاريعنا أو المشاريع المختلفة اللي فيها تدريب مكلف. الآن على نهاية السنة، وكمان هذا متصل بوجودنا هنا، هو الفرص اللي نبغى نفتحها خارج المملكة، سواء في مؤسسات تعليمية خارجية أو مؤسسات تدريبية في استديوهات عالمية. فهذه الفرص موجودة إن شاء الله خلال الشهور الجاية حنطلقها. وكمان يعني وجودنا هنا نستفيد من بعض الخبرات اللي قاعدين نشوفها مع الجهات التعليمية المختلفة، فناخذ منهم ونحاول نطبق، وأيضا نوري العالم إيش قاعدين نسوي. لأنه لما نوريهم ويشوفوا هذا التطور اللي قاعد يصير في صناعة الأفلام، يتشجعوا إنهم هم يكونوا جزء من هذه العملية وجزء من خلق وتطوير هذا الاقتصاد، اقتصاد الأفلام عندنا في السعودية. بالتأكيد يا جنى، بداية موفقة، موفقين كلكم أكيد وجودكم هناك، سعيدين وجودكم معنا، وأشكرك على المداخلة الجميلة. جنى يماني كانت معنا من مهرجان كان السينمائي.